بهذا العدد المحدود والغياب الواضح بدأت الندوة التثقيفية التي نظمتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية للكيانات السياسية والجالية العراقية رغم تأخرها ساعة على موعدها الأصلي أملا بحضور عدد أكبر، وهو غياب فسره مراقبون عزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية عموما. هذه المرحلة أكيد ستختلف اختلاف كامل عن المرحلة السابقة بحكم وعي المواطن الناخب، هنالك رؤى كثيرة وطروحات كثيرة وآراء أيضا مختلفة في المشاركة والعزوف عن المشاركة. من المفترض أن يكون لدينا بطاقة انتخابية، يعني هذا جانب أنا أعتبره قصور للمفوضية. من المفترض قبل أكثر من 3 أشهر العمل على تنظيم بطاقة انتخابية للمقترع. لا توجد إحصائية رسمية بأعداد العراقيين في الأردن، إلا أن عشرات الآلاف منهم يحق لهم التصويت وفق الشروط اللازمة ويشكلون شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. قدرنا الجالية العراقية في عمان 97,000 استنادا إلى إحصائية من السفارة العراقية. هؤلاء الناخبين وليس العوائل العراقية. عدم وضوح وجدية البرامج السياسية للأحزاب والكيانات كان سببا كافيا للشعور باليأس من قبل المواطن. يعني ما أجي شخص يطرق برنامج سياسي، كل الموجودين يطرقون برنامج خدمات، يطرقون برنامج لاستقطاب المواطن، يعني وكأنه ضحك على الذقون، يعني مو أكثر. يحب أن أشوف يعني قوائم أو أحزاب تحكي باسم العراق بدون ما أن تكون هناك طائفية، بدون ما أن هناك قومية وغيرها. أيام معدودة تفصل العراقيين عن موعد فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية العامة، وما زالت الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء تسودها المخاوف من التلاعب بالنتائج. ميسم سعدي للشرقية نيوز عمان.